هنتكلم على موضوع اخير كده في الموضوع بتاع الاف اس ده، فايل سيستمز الموجوده، ان احنا نديليت الفايل او نديليت الفولدر ونبقى خلصنا من الموضوع ده. فالديليت سهله بسيطه جدا، ممكن هعمل ده اسميه ريموف فايل، ريموف الفايل ديت مش محتاجين كل الكلام الجميل ده، سيرفر بس، كل محتاجينه ان انا هقول اف اس دوت انلينك. انلينك دي كل وظيفتها ان هي بتديليت الايه، بتديليت يو ار ال معين او فايل معين احنا هنبصيها لها، هنبصيه يعني. فهقول له اندرسكور اندرسكور دايركتوري نيم، خلاص. طبعا اوعى تمسح الفايل نيم، هتمسح الفايل انت اللي هو بيرن ذات نفسه، هتبقى كارثه. ما علينا، المهم يعني، واعمل له سلاش، وبعد السلاش هقول له اسم الفايل او جوه التمب مثلا، واقول اسم الفايل وليكن اي حاجه مثلا، جيت فايل انفو دوت جي اس، جيت فايل انفو دوت جي اس كده، اديته الفول باس اهو، ده انا عايز امسحه. الفانكشن بقى اللي هي الكول باك هتاخد، مش هترجع لك غير ايرور، لو في ايرور مفيش ايرور يبقى خلاص الفايل راح لحال سبيله يعني. وادي ادي كده اهو، بس هقول له اف ان في ايرور او اخدها من ناحيه ثانيه، زيت من كتر كتابتها اهي، ماشي. لو في ايرور، ما كانش في ايرور هقول له كونسول، بس حد مش هطبع حتى على اللاب، مش مشكله نطبع على الويب دوت رايت، هقول له فولدر فايل، الفايل بتاعنا ده deleted successfully، هقول له response.end ده ريموف فايل، ارجع هنا كنترول سي كده واعمل له شغال يا نود الريموف ايه فايل، سنتر، ارجع على البراوزر استدي، قال لي جيت فايل انفو ديليتد سكسسفل، قلت له اروح اشوف بعيني، لقيته فعلا اتحذف من التمب. طب اعمل كمان مره، خلاص كمان مره، ايه المشكله؟ كمان مره بالنسبه لنا هتلاقيه ضرب وطلع ايرور، لان الفايل اول دايركتوري ايه اللي انت عايز تمسحه ان لينكد، يعني اصلا مش موجود اساسا، عشان اقدر ايه، عشان اقدر ان انا يعني اطبع. خلاص بكده نكون حذفنا الفايل. طب عايزين نحذف بقى الفولدر ذات نفسه، هاخد من الجميل ده ريموف الفايل ده، او معامل منه ريموف الايه، ريموف الدايركتوري، ماشي، وابدا اقول له اف اس دوت ريم، ريم الداير يعني ريموف الدايركتوري، قال لي اديني الباث بتاع الفولدر اللي انت عايز تحذفه، قلت له اول اندرسكور اندرسكور دايركتوري، دايركتوري نيم، وجنبيه كان اسمه التمب، ماشي، وخلاص كده اديته اسم الفولدر. بعد كده هديله الكول باك فانكشن، ادي الفانكشن اهي، كول باك فانكشن عايزه منك الايرور، في حاجه ثانيه؟ مش حاجه ثانيه، هو لو في مشكله هتعمل لك كده، مفيش مشكله، الدنيا بيس، هيرموف وخلاص. فهقول له برده لو في اي ايرور ريتيرن ليا الايرور، لو الدنيا تمام هقول له في الريسبونس، قول لي في الريسبونس ايه؟ ريسبونس تو رايت، قول لي الدايركتري ريموفد او تم دايركتري ريموفد، والريسبونس دوت اند، وخلاص. طبعا قبل ما احذفه يا ريت اطلع منه عشان ما يعملش مشكله، هيتحذف ازاي وانا فاتحه؟ فممكن يعمل مشكله، اخرجت بره وكده بالنسبه لي الريموف دايركتري كتب، هدوس كنترول سي عشان اوقف السيرفر، و اطلع لفوق نود ريموف فايل، لا هقول له ريموف ايه، احنا عملنا فولدر اسمه ريموف دايركتري، سنتر،
رن على البراوزر قال لي ايرور دايركت النوت امتي. الدايركت دوت ما هوش فاضي. نوت امتي مش قادر يحذفه عشان هو مليان داتا. قلت له ماشي انا هحذف لك انا الداتا دي خالص اللي هنحذفها خالص. عشان طبعا خد بالك دي برده ملحوظه مهمه ان هو مش هيحذف طول ما الايه الفولدر. طبعا ممكن نعمل لوب واللوب يحذف كل الفايلز وبعد كده ايه يبقى نحذف احنا الفولدر ذات نفسه كده اهو. وارجع اعمل ريفريش هنا قال لي التمب دايركت ريموفد فاتحذف بالفعل. يبقى انا لازم اعمل ريموف لكل الفايلز اللي جوه الاول بعد كده ارجع احذف الايه الفولدر ذات نفسه. ولو عملت طلب تاني ها هيطلع ايرور طبعا هيقول لك الايه الفايل ده انكوركت مش موجود اصلا الفولدر عشان اقدر ايه نو ساتش فايل اور دايركتري تو ايه تو ريموفد ما يقدرش يحذف ان هو اصلا محذوف. بكده نكون خدنا نبذه عن الفايل سيستم بتاعت النود بشكل كويس جدا تقدروا او نقدر نستخدمها يعني كشغل يعني.